قد أنزل ربي القرآن يرل الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل مكان من الوطن العربي الكبير. النهاردة بنشوف مع بعض القمر ليلة 25 رمضان. كل عام وأنتم بخير، وهي من الليالي الفردية. نتمنى أن تكون هذه ليلة القدر. طبعا السماء صافية جدا، لا يوجد فيها أي غيوم، وريح يعني لطيفة جدا. أحس أن هي ليلة من الليالي الجميلة، وصوت الأذان صوت الهدايا واضحة جدا هيت. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم تقبل مننا عملنا، اللهم تقبل مننا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من فضلك يا كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تقبل مننا يا رب، اللهم تقبل منا. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة سعيدة يا رب، اللهم اجعلها تكون ليلة القدر. صوت ديك يؤذن، صوت الديك بيؤذن، سامعين اهي. الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم. طبعا احنا دلوقتي قبل الفجر بحوالي 10 دقايق، والقمر هنا كل يوم بيتأخر عن اليوم اللي بعده، وهو النهاردة ليلة 25 ظهوره، يعني يعتبر يعني ايه بعيد جدا مش واضح. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. يا رب انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. شكرا.
إيه.